نحن نتضامن مع الكنيسة الأرثوذكسية ومع كل الكنائس ومع أصحاب هذه الحارة باب الخليل، ونطالب باحترام الوضع القائم القديم من زمان من قرون لأجل سلام هذه المدينة، سلام هذه البلاد. أصحابه الذي يستهدف من قبل المستوطنين، وهذا العمل الذي قاموا به نستنكره ونجبه، ولسوف نبقى أوفياء لأبناء شعبنا كبطريرك للقدس، كبطاركة في القدس، كرؤساء الكنائس معنا سويا مسلمين ومسيحيين حتى تحقيق آمالنا وأهدافنا التي نصبو إليها.